السلام عليكم شباب، ازيكم؟ عاملين ربكم بخير. النهارده جاي نتكلم عن ميزه حلوه جدا اعتقد انستغرام، هي ميزه الربح من الانستغرام. طبعا الميزه دي في طريقتين منها. اول حاجه طريقه زر الاشتراك، انك تشترك عند في حساب صانع المحتوى، والطريقه الثانيه عن طريق مشاهدات الريلز او التفاعل على المنشورات. خلينا نتكلم عن طريقه وهل الميزه دي فعاله في بعض الحسابات او فعاله في جميع الحسابات. لا، الميزه عباره عن ميزه تجريبيه لسه، الانستغرام بيدرس الموضوع، ولو وان شاء الله في السنه الجديده هتكون فعاله بنسبه 100% في سنة 2023. تمام، خلينا نتكلم عن حسابات مفعلة فيها الميزة دي. طبعا ده حساب مفعلة فيها الميزة دي، هو عبارة عن زر الاشتراك. زر الاشتراك ده هو الموضوع كله بنتكلم عنه. زر الاشتراك ده عبارة عن بتدعم صانع المحتوى ماديا. طبعا المبلغ بيبدأ من دولار لحد 100 دولار. انا كصانع محتوى بستفيد ايه؟ انا بقدم محتوى بستفيد ان انا الناس اللي بتتابعني بقدم لهم محتوى، فهم بيدعموني ماديا. وانا كمتابع لصانع محتوى انا اشتركت في ايه؟ انا استفدت ايه؟ اول حاجه انت لما بتشترك بيقدم لك مميزات كتير، من اولها ان انت بتكون مميز عنده، عد مميز جدا عنده. لو انت مثلا بعت الشخص، بعت صانع محتوى رساله او بعت له مثلا او كتبت كومنت، بيظهر عنده بشكل مميز جدا وبيتظهر من اوائل الناس. ثاني حاجه لما تشترك عنده بيبقى فيه لايف مخصص، فيه لايف مخصص للمشتركين. ثالث حاجه كمان بيبقى فيه ستوري مخصص للمشتركين، فانت بيقدم لك اكتر من ميزه لان انت تشترك. ثالث حاجه عندنا عايزين نتكلم كمان عن نقطه اللي هو ايه، المبلغ اللي انا هشترك بيه. المبلغ ده بيبدا من دولار ل 100 دولار. طبعا صانع المحتوى بيحدد المبلغ اللي انت تقدر تشترك بيه، وانت تختار المبلغ المناسب ليك. تمام، دي اول طريقه احنا بنتكلم عنها. طبعا الطريقه دي لسه مش فعاله بنسبه 100%، هي فعاله في بعض الحسابات وبعض الحسابات مش فعاله. حتى لو جينا نجرب هنا اشتراك مثلا هيقول لنا حدث خطا، فلسه زي ما بقول لكم الموضوع لسه بيدرس عن طريق بيدرس من قبل ايه انستغرام. عايزين كمان نتكلم عن طريق عن موضوع هنا في كمان برضو عايزين نتكلم عن واحد هنا برضو محدد مبلغ كل شهر تدفعه عشان تشترك معاه في الحساب. هنا محدد 5 دولار كل شهر عشان تشترك معاه في الحساب. فانت لو شايف ان المبلغ ده مناسب ليك ممكن تشترك معاه، لو مش مناسب ليك ممكن ما تشتركش، حاجة ترجع لك. كمان برضو عايزين نتكلم هنا برضو عن بعض الحسابات مفعلة فيها الميزة دي. هنا شايفين زي ما بقول لكم سبسكرايبز فور ايه، اللي هما يعني بيظهر هنا اللي هما المشتركين عنده، يعني ستوري خاص للمشتركين. تمام، وهنا برضو لايف مخصص للمشتركين عنده، شايفين هنا 6 مشتركين عنده. ممكن برضو كمان في اللايف ده تدعم، يعني لو انت خلاص انت مشترك وحابب تدعم صانع المحتوى ده كمان ماديا ممكن تدعمه في اللايف عادي، حاجه ترجع لك. حلو الكلام. وبرضو هنا الميزه هنا ايه زي ما بقول لكم، تبقى عباره عن زر سبسكرايب، وممكن تدعمه برضو حتى لو ننزل مثلا هو نزل مثلا ريلز او نزل منشورات بيظهر برضه زر السبسكرايب. طبعا زي ما بقول لكم الميزه لسه مش فعاله بنسبه 100%. تمام، نتكلم كمان على ان احنا اول طريقه اللي هو بنكسب عن طريق زر الاشتراك، ثاني طريقه بنكسب عن طريق اللي هو ايه التفاعل على المنشورات او المشاهدات. تمام، خلينا نجيب نتكلم عن الموضوع شويه وايه الشروط. كمان عايزين نتكلم كمان عن شروط الميزه دي. طبعا اول حاجه لازم يكون ميزه الشروط ايه، اولها ايه، يكون عندك عدد كبير جدا من المتابعين في الحساب. طبعا ما يكونش فيك، طبعا الانستغرام بيرشف كل حاجه وبيفلتر كل المتابعين وبيتاكد ان الحساب بتاعك متابعين 100%. تاني حاجه لازم المتابعين بتاعك يكون المتابعين اللي عندك في الحساب يكون فعالين بنسبه 100%، مش مجرد عدد وخلاص. ثالث حاجه ان انت بيكون محتواك خاص بيك، ما ينفعش تنتهك اساسيات وقوانين الفيسبوك. حلو الكلام، احنا كده اتكلمنا عن اول ميزه. طبعا طريقه ثانيه زي ما احنا قلنا عن طريق الربح عن طريق الريلز او المنشورات. زي ما انتم شايفين هنا ده صانع محتوى الميزه عنده متاحه، كاسب 80 دولار. زي ما قلت لكم لسه الميزه تجريبيه بتدرس من قبل انستغرام. لسه الميزه مش فعاله بنسبه 100%، حتى في بعض الحسابات مش فعاله وفي بعض الحسابات عندها زر الاشتراك فعال. كل حاجه لسه مش واضحه، كل حاجه هتبقى واضحه لينا ان شاء الله في اول ما تنزل الميزه بشكل رسمي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ادعمونا بلايك وشير وسبسكرايب.